مصطفى لعب في الاهلي بس، لكن النشأة والبداية كانت في الزمالك. كانت زمالك. لا هي يعني انا بدأت في نادي الزمالك لان انا رحت النادي الاهلي. انا طبعا اهلاوي كرة قدم. وانا لما رحت النادي الاهلي بيبقى في اختبارات زي اختبارات الكورة. كرة اليد. فما خدونيش. فرحت الزمالك خدوني. فبدأت ألعب في نادي الزمالك لغاية أما جه مباراة كرة قدم بين الأهلي والزمالك. وأنا فاكر كنا مجموعة كده كلنا أهلاوية، يعني أهلاوية في كرة القدم. وكان أيام الله يرحمه الكابتن محمد حسن حلمي كان رئيس نادي الزمالك. فالمهم بعد الماتش الأهلي كسب، فإحنا قعدنا نهيص وبتاع وكده، فطبعا كان وضع غير مألوف بالنسبة لهم. فالمهم في النهاية مشينا من الزمالك، كان مجموعة بتلات أربعة كده. طب تعالى نبتدي يعني، أو تعالى نحكي مشوار الدكتور حسن مصطفى في النادي الأهلي وإحنا قاعدين. فضل يا دكتور.